وانا بصلي التراويح كنت واقف في المسجد، وكان جنبي واقف طفل صغير، واحنا ساجدين سمعت الطفل بفطرته بيكلم ربنا بيقول له يا رب النهارده بابا تعبان مش قادر يصلي التراويح، وانا جيت اصلي مكانه، فممكن تشفيهولي؟ اوعدك هنصلي سوا اول ما ابويا يخف. وشويه دعوات كده في كل سجده انه بيحب باباه وان عمره ما زعله. انا طبعا اتصدمت من اللي انا بسمعه، فاول ما خلصنا صلاه اخدت الولد على جنب وكان في باقي عصير فجبته له وقلت له احكي لي بقى بابا ماله، علشان انا سمعتك بتكلم ربنا عليه. ببراءه الاطفال قال لي بابا يا عمو دايما بيجي يصلي مكانك ومش بيسيب فرض، والنهارده تعب مش قادر يجي يصلي. فقلت له انا يا بابا يا حبيبي هروح اقعد مكانك علشان لما ربنا يبص يلاقيني واقف. انا بقيت مذهول وعرفت ان دي تربيه واحد من الصالحين، فاستاذنت من الشيخ ان انا اخرج من الاعتكاف واشوف بقى مين الراجل الصالح اللي ربى ابنه على كده. وفعلا رحت معاه للبيت واتفاجئت ان اعرف ابوه كويس، راجل كبير في السن عفيف النفس مش بنسمع له صوت، مفيش مره شفته الا والمصحف كان في ايده. سلمت عليه وكانت الصدمه التانية ان بيته حالته السكنيه صعبه جدا، بيت على قده خالص. وكان الغريب ان انا والاخوه في المسجد عاملين حصر للحالات الفقيره اللي في البلد، ما كنتش اعرف ان الراجل الطيب ده اكتر واحد يستحق بالشكل ده. وجه في بالي كلام ربنا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. وكان من فضل ربنا علينا ان في صلاه العشاء كان في واحد اداني ظرف فيه 1300 جنيه علشان اوزع الزكاه، فديت للولد الظرف وقلت له لما امشي ابقى افتح الظرف واديه لبابا. والاهم من كده ان انا من فتره كتبت بوست عن بنت امها كلمتني انها قوامه صوامه ما بتفرقش القران لدرجه انها بتنام والمصحف في حضنها. البنت دي طلعت بنت الراجل ده ومتقدم لها شاب صالح، واللي مأخر جوازها ظروف والدها الماديه، وده اللي فهمته من امها بصعوبه. فرجعت على المسجد جري وحكيت لشيخي، فما صدقش طبعا اننا كنا غافلين عن واحد زي ده، راجل بالصلاح والفلاح ده كله. واتصل بواحد اسمه الحاج عبد الرحمن صاحب شركه اجهزه كهربائيه وقال له جهز لي عفش عروسه كامل. فرجعنا لبيت الراجل الطيب انا والشيخ، لما بلغت ام البنت ان العفش هيجي والله كانت بتعيط من الفرحه، ومش هوصف لحضراتكم حضنت بنتها ازاي، لكن ابوها كان عزيز النفس ورفض المساعده. فشفت في وش شيخي نظره انكسار، وكان بيترجى الراجل ان هو يوافق وما يحرمهوش من الاجر ده. نظره شيخي للراجل حسستني ان هو محتاج للراجل اكتر ما الراجل محتاج لنا. فالشيخ قال له هتروح لوحدك تجيب العفش وهتلاقي الثمن مدفوع كله بالكامل فضل ربنا، والراجل وافق. الكلام ده كله ما اخدش ساعتين، انتم متخيلين تدبيره سبحانه وتعالى. فانا رحت اسال الراجل الطيب اللي بينك وبين ربنا علشان يسخر لك عباده دول كلهم، كان رده عليا ان انقطعت حبال الناس فحبل الله موصول. وطول ما احنا كنا قاعدين كان بيردد قول الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كتير مننا بيمر بمواقف صعبه، احتياج وفقر، وكلنا بنبقى مستنين البشر يساعدونا ونسينا ان حبل ربنا رب البشر نفسهم دايما موصول. توكل على الله واساله هو ما تسالش غيره، لان هو الوحيد القادر على تغيير حياتك. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.